الإخوة والأخوات الأعزاء جميعاً، يسعدني جداً أن أكون معكم في هذه الأمسية لكي أقول كلمة شكر ووفاء وتقدير واحترام لمؤسسة بديل التي لا تتغنى فقط بحق العودة، وإنما تفعل الكثير من النشاطات والفعاليات وتدافع عن هذا الحق. وإن شاء الله كل هذا الجهد المبذول لن يذهب هدراً، وإنما في النهاية ستتحقق هذه الأمور وسينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة بما فيها وأولها حق العودة. فكل الشكر لمؤسسة بديل الحاضرة معنا في كل يوم، الجريدة التي تصدر توزع بشكل كبير، المنشورات التي تصدر توزع كذلك الأمر. لهذه المؤسسة حضور فاعل وحضور قوي في كل النشاطات الوطنية المنادية بحق العودة سواء داخل الوطن أو خارجه. وأنا عندما أسافر وعندما أنتقل من مكان إلى مكان أسأل عن مؤسسة بديل التي لها احترام كبير في كثير من الأوساط الحقوقية والإنسانية العالمية، لأن بديل عندها مبدأ وعندها قيم وعندها رسالة وعندها قضية وطنية تدافع عنها، ونحن معكم ندافع عن هذه القضية، قضية حق العودة. وأنا أعتقد بأننا يجب أن نشدد على حق العودة أكثر من أي شيء آخر. يعني حتى قبل أن نتحدث عن القدس وقبل أن نتحدث عن الدولة، علينا أن نشدد على حق العودة، لأن عودة الفلسطيني إلى وطنه هي التي ستقيم الدولة وهي التي ستحرر القدس. وبدون العودة، بدون عودة الفلسطيني إلى بلده، عن أي قدس نتحدث وعن أي دولة نتحدث؟ ولذلك أود أن أقول لكم بأنكم صوت صارخ في هذه الدنيا، وهنالك من يسمع هذا الصوت، لأن الفلسطيني الذي نكب عام 48 من حقه أن يعود، ومن حقه أن يكون، ومن حقه أن يعيش في البلد وفي القرية وفي المدينة وفي الحقل الذي عاش فيه وترعرع فيه وولد فيه. فلا تنازل عن حق العودة. واليوم عندما نكرم من نالوا جائزة العودة نؤكد ثباتنا وتمسكنا بهذا الحق الذي لا تنازل عنه إطلاقا. إذا ما كان هنالك من يتنازلون، هؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بغالبيته الساحقة، الشعب الفلسطيني بغالبيته الساحقة مع حق العودة، لا بل كل الشعب الفلسطيني مع حق العودة. شكرا لكم، يعطيكم العافية على هذا الجهد، ومبروك سلفا للفائزين الذين لا أعرفهم، ولكن بعد قليل سوف نتعرف عليهم. مبروك.